نبينا صلى الله عليه وآله قال: وهذا ثابت في كتب المسلمين جميعا لا نقاش فيه، أن القرآن والعتر لن يفترق، هكذا قال صلى الله عليه. وطبعا هاي عبارة لن يفترق مو فقط في حديث الثقلين، المتواتر عند جميع المسلمين، هذه عبارة لن يفترق النبي استعملها بكم حديث مو فقط حديث الثقلين. هكذا قال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. والواقع التاريخي الواقع العملي أثبت هذه الحقيقة على كل المستويات أنهما شنو؟ لا يفترقا. والله بس باوع لي أرجوك، ما افترقا على مستوى واحد يو على كل المستويات، على كل المستويات. تسألني يعني شنو على كل المستويات؟ على كل شيء، كل شيء، على كل شيء. مثلا أضرب لك بعض الأمثلة. أئمتنا عليهم السلام في مجال العقيدة والعقائد، كل عقيدة أئمتنا طرحوها، لما يسألون عن دليلها بشنو يستدلون عليها؟ ها؟ بالقرآن الكريم. يستدلون عليها بشنو؟ أقول كل شيء، دباوع لعيوني أنت، أقول شنو؟ كل شيء. إمامنا الهادي في مجال الفقه يستشهد بالقرآن الكريم، إمامنا الهادي في كل المجالات كان لما يسأل يستشهد بمن؟ بالقرآن الكريم. أكو شواهد صارت معروفة عند الشباب وعند إخوتنا، سموه إلا أبينها بس إيش أشيرها من بعيد. مثلا موضوع الدنانير الكثيرة، أنه شقد يعني كثيرة، في قصة مفصلة إمامنا استشهد بالقرآن الكريم، نصركم الله في مثلا نصراني فجر بمسلمة، ولما رادوا يقومون عليه الحد مثلا قال أسلمت. إمامنا الهادي استشهد على حالة بشنو؟ فلما رأوا بأسنا أحسنتم جزاكم الله خير، رأوا بأسنا يعني استشهد بمن؟ بالقرآن الكريم. إمامنا الهادي عليه السلام اللي كان حاكم الدولة ذاك الوقت، كان أكو عنده ما أعرف كاتب مستشار نصراني، كان يقول له يا أبا نوح، قالوا ليش تكني؟ قالوا ليش تكني؟ ما يصير تكنية غير المسلم كذا، يعني لما تكني تعطي فد احترام خاص وغير المسلم ما يصير تعطي هذا الاحترام وكذا، تعترضوا عليه يعني. دز رسالة للإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي كتب له: تبت يدا رب العالمين. ذكر الكافر بشنو؟ بكنيته. سأبو لهب كان كافر، يعني مو كتابي حتى مثلا، كافر. تبت يدا، فبيش تشهد إمامنا؟ بالقرآن الكريم، تباوعني. وأكو شواهد أخرى كثيرة إذا أريد أقف عدها كلها أحتاج إلى وقت مفصل. إمامنا كله كان يستشهد بالقرآن، على مستوى الفقه قرآن، على مستوى التأريخ قرآن، على مستوى الكرامة الله أكبر إذا يلتفتون الأحبة، على مستوى شنو عيني؟ الكرامة، 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 الإمام كان يستشهد بالقرآن. حتى على مستوى كرامة الإمام، والقصة مشهورة ومعروفة، أنه لما طلعوا الإمام الهادي هنا نفسها مرة بالظهر، وكان هذا الخليفة العباسي يريد ينقص من قيمة إمامنا الهادي عليه السلام، وهو طلع أهل سامرة الظهر حتى يبين حبه لأحدهم، وإمامنا طلع وهذا واحد يقول شفت الإمام يتصبب عرق، دنيا حارة ونطلع الإمام تحت حرارة الشمس، يقول شفت الإمام واي متأذي، واي متأذي. فيقول اجيت كلمت، قلت له يا ابن رسول الله يعز علي أن أراك بهذه الحالة، صعب علي، أنت لحم ودم محمد صلى الله عليه وسلم. أنت ابن رسول الله، أشوفك تحت حرارة الشمس تصبب عرق وبهالحالة، ومبين عليك التعب ومبين عليك الإرهاق، يعز علي ذلك. الإمام عليه السلام يقول قال لي تمتعوا في داركم 3 أيام. يعني حتى بهالمجال الإمام ليش يستشهد بالقرآن؟ مو بس عقيدة، مو بس فقه، مو بس أخلاق، مو بس مستويات أخرى، حتى على مستوى إظهار الكرامة الإمام يستشهد بشنو؟ بالقرآن. أصلا الإمام الهادي هو عبارة عن قرآن وشعر الأرض، في كل مجالاته الإمام قرآن.
كان يقرأ آيات صلوات الله وسلامه عليه. آدهم لما سمع تمتعوا فيه، أي نعم، راح إلى معلم لأبنائه كان شيعي يدين بالولاء للإمام الهادي، قال له أنا اليوم تأذيت على الإمام الهادي، شفت بهالحالة وكذا، والإمام إيش قال لي؟ قال له متأكد الإمام إيش قال له؟ قال نعم. قال له صاحبكم بقالة 3 أيام الله تعالى سينتقم منه كرامة لوليه علي الهادي. يظهر الإمام الهادي دعا عليه، خلص انتهى، صار 3 أيام قتل. شوف أقول حتى على مستوى إبراز الكرامة الإمام سجد بالقرآن الكريم، يجيب آية قرآنية، كل المستويات الإمام قرآني.